بيراميدز واصبح واحد من عناصر المقدمه. ودي كوره وفرصه كبيره لمصطفى، ولكن يا عيني يا عيني يا عيني فرصه كبيره جدا جدا، لكن محمد صالح الصالح عمل انقاذ وعمل ابعاد كانه سجل جول. مصطفى فتحي خد تمريره عبقريه، انفرد بالمهدي سليمان بعد مراوغه وفتح المرمى على مسرحيه، يحط الكوره بباطن القدم، لكن محمد الصالح الصالح بالفعل يعمل انقاذ ويبقي التعادل السلبي اصدقائي، ويشيل هدف محقق محقق لمصلحه بيراميدز قبل ما تتجاوز الكوره خط المرمى. اتلعبت على طول الركنية، فرص خطيرة جدا جدا بنشوفها، لكن تمريرة عبقرية. ودي مرة تانية علي جاب، وليد الكارتي تسقيطة خطيرة، وابراهيم عادل جول 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 في الدقيقة 19، في الدقيقة 19 ابراهيم عادل يفتتح التسجيل، وكأن كورة مصطفى كانت ناقوس خطر، لكن ابراهيم عادل المرة دي واحدة والتانية على طول على شمال المهدي سليمان علشان ابراهيم عادل اصدقائي يفتتح التسجيل، وبيراميدز يتقدم على نادي الاتحاد بهدف مقابل لا شيء. ابراهيم عادل بيسجل رابع اهدافه، ادي الكوره ما فيهاش لا رايه ولا صفاره، غطى في اللقطه اللي فاتت ديت اعتقد فوزي الحناوي، لكن ابراهيم واحده والتانيه تسديده قويه جدا جدا. لكن بص شوف الكارتي، نظراتكم كل فريق بيلعب من اجل الثلاث نقاط ومفيش خوف ولا في انكسار، عدى وفات والكرة العرضية، لكن علي جبر على طول مأمن القائم الأول بشكل جيد، ضغط مرة تانية من الحناوي وتسديدة بترتد، وادي المتابعة ممكن جول 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 جول، عملها عمار عملها عمار وصحح المسار وعاد بسيد البلد إلى هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد 3 دقائق فقط. الأخضر الأسكندراني يعيد ويلهب الحماس للجماهير، عمار ياخد تسديدة الحناوي ويحط هدف التعادل لحظة مقابلة الحناوي. بص شوف عمار بيعمل ايه، ادي التسديدة وادي المتابعة وادي عمار وجمال عمار اللي بيحرك الشباك ويعود بزعيم الصغر ويعود باللقاء الى نقطة البداية، وعمار حمدي يفتتح التسجيل الشخصي. محمد صالح على طول بينظف ويشيل ويطلع من امام المهدي سليمان، رمضان يحطها خطيرة وفرصة وتاني الاجوان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على فخر لكاي، ضيع لكن يستغل تمريرة رمضان ويعمل متابعة حقيقية ويسجل لبيراميدز تاني الاجوان والهدف السابع لفخر لكاي، لكن حطها بمهارة وشياكة واقتدار فخر لكاي علشان يتقدم لبيراميدز بتاني الاهداف في الدقيقة 71 بعد تمريرة ذكية جميلة. ادي فخر لكاي في موسم الثاني مع بيراميدز بينجح في تسجيل هدف مهم جدا جدا. بص شوف الحكاية وبص شوف الرواية، بدأ الحكاية فخر لكاي لكن عمل الارتداد، وبصوا حضراتكم أهمية السكند بول، آدي الرؤية خلصها بمهارة وذكاء وشياكة فخر لكاي، وعدى المهدي سليمان بعد انفراد مباشر علشان يسجل بلمسة ولدغة فكري لكاي تاني الإجوان.